السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي. تحدثنا بالفيديوهات السابقة عن الباراسايت، وقسمنا الباراسايت إلى ثلاث أنواع اللي هي البروتوزوا والهيلمنثس والأرثروبود. بعديها حكينا عن البروتوزوا وقسمناهم حسب حركتهم إلى أميبا اللي هي بتتحرك بالسودوبوديا، واللي بتتحرك بالفلاجيليتد، واللي بتتحرك بالأهداب سيلييتد والأبي كومبلكسا. قسمنا البروتوزوا لهاي الأنواع. الآن بهذا الفيديو رح نحكي عن الهيلمنثس وأقسامها ونشوف كيف بتم تقسيمها. الهيلمنثس اللي هم الديدان الورمز. بداية الهيلمنثس هي عبارة عن ايوكاريوتيك مالتي سيلولار انيمال ذات يوجوالي هاف دايجستيف سيركولاتوري نيرفس اكسكريتوري ريبرودكتيف سيستم، يعني ممكن يكون فيها كل هدول السيستمز، او ممكن يكون فيهم هاي السيستمز بشكل مبسط، او يعني انه ممكن يكون في سيستم موجود سيستم مش موجود، رح نتحدث عنه بشكل مفصل اكثر لقدام. الورمز هاي بايلاترال سيمتري. كيف يعني بايلاترال سيمتري؟ يعني الجزئين النصفين إلها بيشبهوا بعض تقريبا مثل الإنسان، إن النصف الأول لإله والنصف الثاني لإله بيشبهوا بعض تماما. الباراسايتيك هيلمنثس spend most or all of their life in host and usually have the following specialization، يعني معظم حياتها لازم تكون موجودة بالهوست، وهاي الأشياء بتميزها يعني بيكون فيهم specialization عن بعض تقريبا بهاي الأمور. ممكن هي تكون عندها ميلات لدايجستيف سيستم، ما يكون عندها دايجستيف سيستم. طيب هي كيف بتاخذ غذائها اذا ما عندها دايجستيف سيستم؟ بتعمل ابسوربشن للنيوتريشن من الهوست فود والبادي فلويد والتشو، يعني بتعتمد على مبدا الابسوربشن. اوكي، ممكن يكون عندها هاف ريديوس نيرفس سيستم، يعني نيرفس سيستم خلينا نحكي عليه مبسط او مش مكتمل، خلينا نحكي بهاي المعنى. اللوكوموشن بتكون ممكن ريديوس او ابسنت، يعني مو واضحه كثير او ممكن مش موجوده بالمره. عندها كومبلكس ريبرودكتيف سيستم، الانديفيديوال بروديوس ماني ايج ذات كان انفكت انذر هوست، يعني بتطلع كثير من الايجز بتقدر تصيب هوست ثاني عائل تاني. اوكي، تو مين جروب فايلم من الهيلمنثس، البليتي هيلمنثس والنيماتو هيلمنثس. البليتي هيلمنثس فلات وورم، النيماتو هيلمنثس راوند وورم. فلات وورم مسطحة، راوند وورم دائرية خلينا نحكي عنها. البليتي هيلمنثس بتنقسم لنوعين، تو كلاس منها، اللي هي تريماتودا وسيستودا. هلا لو قلنا شو الفايلم من الهيلمنثس، بنحكي البليتي هيلمنثس والنيماتو هيلمنثس. شو الكلاس من البليتي هيلمنثس، التريماتودا والسيستودا؟ اللايف سايكل تبعتها اكستريملي كومبلكس، معقده. انترميديت هوست هاربر لارفا، الانترميديت هوست بيكون فيه جواته اللارفا، وديفينيتيف هوست بيكون فيه الادلت ستيج من الورم. السكشوال ريبرودكتيف استراتيجي اما تكون دايشيس او مونيشيس. الدايشيس يعني الميل والفيميل بيكونوا سيبريت منفصلين. المونيشيس الميل والفيميل بوان انيمال. مونيشيس الها اسم تاني بنحكي لها هيرمافوريدايتك، هيرمافوريدايت او هيرمافوريدايتك. مونيشيس يعني ميل وفيميل بنفس الانيمال. هلا رح نبلش باول نوع او اول فايلم منهم اللي هم البليتي هيلمنثس الفلات وورم. البليتي هيلمنثس دورسو فنترالي فلاتند، تكون مسطحة، سوليد بادي، جسمها مش متماسك تقريبا. there is no true body cavity، البادي كافيتي إلها مش واضحين تماما، true واضح بشكل صريح. The worm vary greatly in size from being invisible to the naked eye to several centimeters، يعني ممكن تكون مو ظاهرة بالعين المجردة إلى several centimeters واضحة. They have external tegument layer، في عندها tegment layer خارجية، هاي يعني طبقة غلاف خارجية خلينا نحكي. هاي بتستخدمها عشان تعمل absorption وعشان تعمل protection
الجسم الداخلي. The life cycle of these organisms are generally indirect, in which at least one intermediate host is required to support larva development. يعني لازم يكون في عندنا at least واحد intermediate host عشان تساعد في تكون اللارفا وتعمل لها support باللايف سايكل تبع الورم. هلا البلايتي هيلمنتس اتفقنا انه منها تو كلاس، السيستود اللي هو بنسميها تاب وورم، والتريماتود بنسميهم الفلوك. ار تو كلاس اوف ذا فايلم، لهذا النوع من الفايلم. بلايتي هيلمنتس كلهم هيرموفروديتكس. شو يعني هيرموفروديتكس؟ يعني مونيشياس، ما عدا البلاد فلوك، يعني نوع من انواع التريماتودا بتكون بس موجوده بالبلاد. هاي بنسميها شيستوسوما البلاد فلوك، هاي بتكون دايشياس، الميل والفيميل انسبرت. هلا من نبلش بالنوع الاول التريماتود. التريماتود الفلوكس اتفقنا انهم كلاس من البلايتي هيلمنتس الفلات وورم. ليف شيب، شكلها مثل ورقة الشجر. دورسو فنترالي فلاتنت وورم، مسطحة. فاري ان لينكت من مليمتر لسيفرال سنتيمتر. الادلت هاف تو كاب شيب ماسكولر سكر، بيكون فيها سكر مثل شكلها مثل الفنجان تقريبا، بتكون موجودة واحدة بالاورال بالفم منطقة الفم، وواحدة بال ventral منطقة البطن. They have a simple digestive system with no anal opening. عندها ال digestive system كتير مبسط، ما فيه anal opening. اوكي، التريماتود فلوك بتنقسم بتتصنف حسب مكان تواجدها الى انواع، يعني كل واحد وين بيكون موجود. هلا رح نحكي عن حسب السايت اوف انفكشن وبنحكي اسمها كيف بيكون. all of them hermaphroditis، ما عدا طبعا اللي هي البلاد فلوك اللي هي شيستوسوما بتكون دايشيس. A human is definitive host لإلهم، والترانسميشن عن طريق ingestion of fluke larvae on vegetation or undercooked intermediate host tissue. هلا بدنا نحكي عن كل واحد منهم حسب السايت تبعت الانفكشن. البلاد فلوك بنسميهم شيستوسوما سبيشيز اللي هم هدول دايشيس. الليفر فلوك فاشيولا بتكون الفاشيولا سبيشيز. الانتستينال فلوك بنسميها فاشيولوبسيز بوسكي، فاشيولوبسيز بوسكي. اللونج فلوك البرجومينس، ورح نحكي عن البرجومينس وسترماني بهذا الشابتر. التريماتود لايف سايكل بتبلش عنا من الايج، بعديها بتتطور للميراسيديوم. الميراسيديوم هي عبارة عن سيليتد لارفا، لارفا الها سيليا. بعدين هاي الميراسيديوم تتحول لسبوروسايت او الراديا، تمام، السبوروسايتس او الراديا. بعديها ممكن تكون تو جينيريشن سبوروسايت او راديا، يعني ممكن مرة اولى سبوروسايت راديا وكمان مرة سبوروسايت او راديا، بعدين تتحول الى سيركاريا ميتاسيركاريا والادلت. هاي اللايف سايكل تبعتها. هلا الايج مثل ما احنا شايفين هيك بيكون شكلها، ميراسيديوم، الراديا، السيركاريا، الميتاسيركاريا. الميتاسيركاريا زي كأنه حطينا السيركاريا بسيست، بتصير ميتاسيركاريا. رح نبلش بالنوع الأول الشيستوسوما. الشيستوسوما هو البلاد فلوك، المرض اللي توفى فيه عبد الحليم، ومنتشر تقريبا نقدر نحكي بمصر بشكل كثير كبير بمياه الترع والمياه الملوثة بهاي الدودة. صفاتها these have separate sex male و female، ديش استفقنا على هاي المعلومة. they are cylindrical in shape، شكلها cylindrical، and live in small blood vessel. وين بتروح بتدور على small blood vessel؟ حسب كل organ وين ال small blood vessel تبعونه بتعيش. The male is characteristically border يعني حاد شوي، shorter أقصر من الفيميل، وفي عنده lateral margin fold ventral زي انثناء في منطقة البطن بشكل ما يسمى بالجيانو سيفوريك كانال، مكان بتعيش فيه الفيميل تبعت الشيستوسوما وبتضع البيض تبعها فيه، يعني زي كأنه عامل لها غرفة في داخل جسمه، داخل جسمه مكون لها زي غرفة تعيش فيها هاي الفيميل.
The male reproductive system consists من 3 ل 13 testes حسب النوع species تبعها. They include Schistosoma mansoni, Schistosoma japonicum و Schistosoma hematobium. هلا خلينا نحكي انه كل وحده وين مكان تواجدها. Schistosoma mansoni و Schistosoma japonicum هدول التنتين البيرد الفيميل والميل الادلت بيرد لهم بيكونوا موجودين عند البلاد فيزل بالليفر sinuses and the veins around the intestinal tract يعني liver و intestine. فمنلاحظ الإك تبعهم وين بالستول. أما الشيستوسوما هيماتوبيوم where the adult bird in the vein around the urinary bladder فمنلاحظ الإك تبعه وين باليورين حسب كل وين مكان تواجد الدود الأدلت منلاقي الإك تبعها بالمكان اللي هي تواجدت فيه. blood flow cause disease known as schistosomiasis أو بالهارسياسيس بالهارسيا where the infect larva is fork-tailed circaria يعني الانفكت في ستيج من هذا المرض اللي هو السيركاريا بتكون فورك تيل سيركاريا يعني إلها ديلها بيشبه الشوكة مميزة جدا. دي سيركاريا بتعمل بنتريشن يعني بكل واحد عم يسبح بمية الترعة أو بالمية عادية وبتكون موجودة فيها هاي السيركاريا. هاي السيركاريا بتعمل بنتريشن للسكن of the definitive host and complete their life cycle يعني بتفوت لجوة جسمه وبتكمل اللايف سايكل تبعتها. diagnosis recovery of characteristic egg طبعا مثل ما قلنا جبانيكم والمانسوناي بالستول والهيماتوبيوم بالكونسنتريتد يورين يعني لازم نتبع طريقة الكونسنتريشن اوف ذا يورين عشان تبين معنا. اوكي بدنا نحكي اللايف سايكل تبعتها. اللايف سايكل تبعتها بتبلش عندنا من ايج. هاي الايج بتكون موجوده بالانفايرمنت بصير لها هاتش بتطلع الميريسيديوم اللي جواتها للايج. هاي بيطلع عندنا الميريسيديوم تعمل بنتريشن لسنيل معين الميريسيديوم. اوكي بعد الميريسيديوم اتفقنا انه في عندنا السبوروسايت اوكي او الراديا خلينا نحكي بتمر بمرحله سبوروسايت. بعديها هاي السبوروسايت بتكون السيركاريا. السيركاريا بتكون موجودة بالووتر بتنتقل للإنسان بتعمل له بنتريشن للسكن ما بتوقف هون بتضلها تمشي بتفقد الديل تبعها بتصير اسمها شيستوسوميولا. شيستوسوميولا بتصير تمشي بالسيركوليشن بتروح لوين عند البورتال بلد of the liver and mature into adult ماشي بتنضج للأدلت فبتروح تستقر بتعمل بيرد إما يكون مثل ما اتفقنا عند الانتستين أو الليفر اللي هم من نوعين الجبانيكم والمانسوناي والفينوس بليكسس of the bladder من نوع الهيماتوبيوم. وهيك بتكون اللايف سايكل تبعتها سهلة وبسيطة بتمنى تكون واضحة لإلكم. هلا بدنا نشوف اشكالها. طبعا الايج هيك بيكون شكلها كل واحد منهم. هلا رح احكي لكم عن الانواع. بيكون لها سبايك هاي اللي بنميز فيه الايج عن بعضهم عن الانواع يعني انه هاي شيستوسوما جابانيكوم ولا مانسوناي ولا هيماتوبيوم. والميريسيديا هاي الميريسيديا الطول الميريسيديا وهذا السيركاريا شوفوا كيف التيل مثل الفورك كتير واضح. والشيستوسوميولا هاي وين بس تفقد التيل تبعها وتكون ماشي بالسيركوليشن وهون بتكون عندنا بالليفر. اوكي شيستوسوميولا كابلت زي ما بيحكوا انه الذكر الوحيد اللي مسموح له يحكي ولقد بنيت لك بين الضلوع مسكنا فهو هاي الميل حاطط عنده زي انتناقة بيسمح للفيميل انها تعيش فيها وتضع البيض تبعها فيها. السيركاريا تيل تبعها بيشبه شو الشوكة فهاي بتعمل بنتريشن بعدين بتفقد التيل تبعها. هلا الايج شوفوا الهيماتوبيوم شوفوا السبايك تبعها كيف بيجي لفوق بالايج. اما الشيستوسوما مانسوناي بيجي على جنب. الجبانيكوم بتيجي شوي دائريه اكثر والسبايك تبعها هي اذا بتلاحظوه والسبايك تبعها بيجي كتير صغير. شوفوا هاي شو بنسميها هيماتوبيوم لانه لفوق مانسوناي على جنب مانسوناي يعني منسي فهو على جنب. الجبانيكوم جاي نقطه صغيره لفوق. هلا بنبلش بالنوع الثاني من البليتي هيلبنتس وتحديدا من انواع الفلوك اللي احنا كنا عم نحكي عنهم. الفاشيولا هيباتيكا اللي هو شو الشيب ليفر فلوك. اوكي الادلت لوكيشن وين بنلاقيها بالبايل داكت تبعت الليفر
الديسيز اللي بتعمل له فاشيال لاسز. السايز تبعها من 20 ل 30 ملم باللونج ومن 8 ل 13 ملم بالعرض. الديفينيتيف هوست الانسان هيومن او الانيمالز ممكن. الانترميديت هوست السنيل. والترانسميشن عن طريق ان ناكل انجيشن انفكتيف ستيج الميتاسيركاريا. هنا الانفكتيف ستيج اللي هو ميتاسيركاريا مش زي الشستوسوما كانت السيركاريا. هم ميتاسيركاريا انسست اون بلانت او الفيجيتيشن دايجنوسيس ريكفري اوف ذا ايج ان ستول. اوكي خلينا نتعرف كيف بنبلش اللايف سايكل تبعتها. لمين؟ الفاشيولا. فاشيولا شو؟ هيباتيكا. فاشيولا هيباتيكا لا ننسى. هلا بدنا نحكي عن اللايف سايكل للفاشيولا هيباتيكا. اول اشي بتبلش عنا ان امبريونيتد ايجد من بتكون معمول لها باست من الستول بتكون موجوده جوات الانفايرمنت بالووتر بتتحول لامبريونيتد ايج. بعدين ميراسيديوم بتعمل هاتش بتروح بتعمل بنتريشن للسنيل بالسنيل بتعمل سبوروسايت راديا بعديها بتتكون السيركاريا. السيركاريا بصير لها انسستيشن وبتصير ميتاسيركاريا. اوكي هاي هالفري سويمينج سيركاريا انسست اون ووتر بلانت. الميتاسيركاريا بتعمل بصير لها انجستشن باي هيومن او شيب او كتل عن طريق ان ناكل اشياء خضار غير مغسوله جيدا. فهاي اذا انتقلت للشيب بتعمل لنا الايج واذا انتقلت لنا بصير لها اكسستيشن ماشي. وبعديها بتتكون ادلت هيباتيك موجوده عند البايل داكت وبتتكاثر وبتكون لنا ايج ومنعيد اللايف سايكل من اول بجديد. هلا كيف بيكون شكلها؟ الادلت وورم لارج براود بتكون برود عفوا فلات بودي سمول اورال اند فينترال سكر. هيك بتتميز انها كبيره تقريبا نقدر نحكي عليها حاده الاطراف. الفلات بادي عندها فلات بادي مسطح طبيعي هدول فلات وورم. وسمول اورال اند فينترال سكر عندها اورال فينترال سكر وصغار. اوكي الليفر فلوك الفاشيولا هيباتيكا الاوفا تبعتها بتكون لارج افويد اوبركيوليتد. يعني اوبركيوليتد بتحسوا زي كانه لها غطاء بيفتح وبيسكر اوبركيوليتد وانسيجمنتد. هاي الطور السيركاريا بيكون في عنده اورال فينترال سكر كمان وبتكون فيها تيل بيساعدها على السويمينج. وهذا طور الميتا سيركاريا كيف بيكون شكله. اوكي هلا النوع اللي بيكون موجود عندنا وين في اللونج اللي هو البرجومينس وسترماني لونج فلوك. adult location باللونج المرض برجومنياسيس. السايز تبعها من 7.5 ل 12 ملم طولا ومن 4 ل 6 ملم بالويد عرض. definitive host المان. الانترميديت هوست السنيل الفريش ووتر كراب او كريفيش. ترانسميشن عن طريق انجيشن اوف انفكتيف ستيج اللي هو برضه الميتاسيركاريا بتكون معمول لها انسستيشن وبنحصل عليها من الاندر كوكيد كراب او كريفيش. يعني انه بناكل اشياء مش مطبوخه جيدا من المأكولات البحريه زي الجراد وسلطعون البحر وهي الاشياء. diagnosis recovery of egg in sputum or stool. يعني هاي ما بنحصل عليها فقط من الستول كمان نقدر نطلعها من السبيوتم. The life cycle of Pergovinus westermani بتتم كالتالي: unembryonated egg بتروح للانفايرومنت بتصير embryonated egg بتتحول لميراسيديوم بتصير لها هاتش بتسيب السنيل سبوروسايتس راديا سيركاريا. هلا السيركاريا بتصير انسستيشن وبتصير ميتاسيركاريا. هاي بتنتقل للانسان عن طريق انه ياكل مأكولات بحريه غير مطبوخه جيدا بتصير لها اكسستيشن بديودينام وبتتحول لادلت. والادلت بترجع بتعطينا انه ممكن كمان احنا نعمل كاف وسولو فبتفوت عندنا على الامعاء وبتعطينا ايج فبتروح هاي الايج على الستول. تمام هاي شكلها الادلت من هالبرجومنس وسترماني الايج تبعتها والميراسيديوم والميتاسيركاريا. وهيك يعطيكم الف عافيه بتمنى انه يكون سهل وبسيط عليكم وبالتوفيق ان شاء الله.